السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة من قناة اسرار الزراعة في المشاتل هنقدم لكم محتوى جديد عن ملفوف الزينة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وياريت الدعم بلايك علشان يحصل توسع لهذا الفيديو على منصات اليوتيوب. اول حاجة نبات ملفوف الزينة ده هو نبات حولي شتوي قصير الساق، موطنه الاصلي هو اوروبا، وهو كثير الشبه بالملفوف العادي وأوراقه الخارجية مسننة خضراء، تكون خضراء اللون وهي تحيط بأوراق داخلية مجعدة ومسننة أيضا، ألوانها فاتحة حمراء وزهرية. يحب النبات الطقس البارد وينصح بزراعته في المراقد قبل 6 أسابيع من مواعيد التشتيل. وهو من نباتات الزينة الورقية، كما يزرع لجمال أوراقه كشكل ولون، فله أشكال عديدة وألوان كثيرة تنمو في الظل ونصف الظليلة وفي الشمس المباشرة. وملفوف الزينة بألوانه وأشكاله الكثيرة هو نبات حولي ناتج من تهجين مجموعة مختلفة من أنواع الملفوف الآسيوي، يتخذ غالبا شكل وردة كبيرة زي ما احنا شايفينها قدامنا كده، وأوراقه بيضاوية أو طويلة أو مستديرة على حسب نوع الملفوف نفسه، ومجعدة أيضا أو ملفوفة أو متموجة ومنحوتة أو ملساء، وخضراء وبيضاء وصفراء ووردية وأرجوانية وبنفسجية الشكل. وبالرغم من ان كل انواع الملفوف قابلة للاكل، الا انه يستعمل كنبات زينة لتجميل الحدائق. وفي نهاية الربيع يتكون بذوره بدرجة الحرارة العالية، يعني في فصل الربيع، في اواخر فصل الربيع بيتم تكوين بذور اعلى سيقان الملفوف، ويزدهر بالشكل الجمالي في خلال فصل الشتاء. فهذا النبات من النباتات النادرة وعالية الجمال. اما عن كيفية الاقصار فهو يتقاصر عن طريق البذور، يكون المكان رطب اولا، يتم ترطيبه بالماء وقم في المرة الثانية بنثر البذور مباشرة على وجه التربة، وحافظ على المسافات بين البذرة والأخرى لكي يتم انتشار البذور، لأن البذور دي بتنتشر بشكل هائل، فلابد ان احنا نوسع المكان شوية ونحافظ على المسافات ما بين البذور والبذور التانية. ثم قم بنثر التربة الخفيفة بلطف على وجه البذور، ثم ضغط عليها برفق، وقم برش الرمل رشة خفيفة، وثم تقوم برش الماء بلطف حتى يلتصق التربة الخفيفة والرمل بالبذور. كما يحتاج ملفوف الزينة إلى تربة غنية رطبة، ويمكن أن ينمو حتى في نوع التربة القلوية مع اعتداله في الري. وتعريض النبات للشمس المباشرة والجزئية، يعني الشمس المباشرة والشمس الظليلة شبه الظليلة، هذا العملية تساهم في امتداد النبات بالندرة وإشراق ألوانه المميزة والجميلة. ودي كل المعلومات عن نبات الملفوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.